السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سيلبس رشيد حمامي الحجاب بعد هذه الحلقة؟ آخر هذه الحالات هي حالة الممثلة صابرين. خلعت الحجاب، خلعت الحجاب. طيب وهي صابرين خلعت الحجاب أصلاً يا رشيد؟ لهيك نحن بعد ما انتشر الخبر وصلنا معها لتوضح لنا وجهة نظرها. يا جماعة أنا بس شلت التربون، ما كانش حجاب، يعني أنا ما كنتش عاملة الحجاب كما ينبغي أن يكون، يعني وبقالي فوق 12 سنة من أول ما لبست الباروكة، وقلت إن أنا يا جماعة مش محجبة، أنا ست محتشمة. ليه يا رشيد بتعمل في نفسك كده؟ ليه مصر تفضح نفسك بهذه الطريقة؟ تقتل نفسك بنفسك. طيب يا وحيد، لما رشيد يطلع يقول إن فلانة قلعت الحجاب وتطلع فلانة تقول إن هي أصلا ما كانتش لابسة حجاب، ساعتها نقول على رشيد إيه؟ ده إما مخبول مسطول مش واخد باله، خرج عن استيعابه. ضحكتوا على رشيد؟